هوزع البضاعة واكلمك. أولك إيه إذا بإذن الرحمن؟ بقول لك ترمبه جنبك. طب هاتوا ترمبه حبيبي. هو الدولار عامل كام النهاردة؟ الأخضر الغدار. يا لو أنت اللي خربت الأوزون فإحنا اللي لحمناه. لا ما نستغناش. سلام. بعد إذن حضرتك، يعني هو اللي كنت بتكلمه ده يبقى دونالد ترامب بتاع أمريكا؟ أمال دونالد داك بتاع ميكي؟ أيوة بتاع أمريكا. ده أنتوا صحاب بقى على كده؟ جوز أختي لازم. وبيجيلكوا البيت؟ بقولك جوز أختي، يعني فهم خالي يا جدع. ونعم النسب. وهو بقى الأستاذ ترامب ساب البيزنس بعد ما مسك أمريكا ولا إيه؟ ما تيجي سكة ودغري يا أبو الصحاب. مصلحة ولا إيه؟ لماح وكلك نظر. ألا اسم الكريم إيه؟ حلمبوحة. حلمبوحة؟ يعني أنا لو ناديت لك قلت لك يا حلمبوحة مش هتزعل؟ اسمي يا أخي حلمبوحة ملك الرفرفة. وأنا الكابتن عزوز وليا في الرفرفة برضه. عندي طيارة صغنططة كده اسمها الفريرة. بس أنت باين عليك راجل مجدع وابن بلد و ما أقول لك سكة ودغري. يعني لو توصي الأستاذ ترامب علينا يشوف لنا أي شغلانة بالدولار كده نفك بيها زنقة حضرتك. حبيبي ده أنا وقعت من السما وأنت استلقتني. ده أنت زبون لقطة. جرأة يا ترامبو، أنا عمري فشرت عليك في حاجة يا صاحبي. بقولك هوزع البضاعة بطيارة، يعني هنعلم على عيال الموزعين التانيين، وبتاعتنا هتوصل للمحلات قبليهم. أنت بس كلم التجار وفهمهم إن أنا هدلدل لهم البضاعة من فوق. طب سلام دلوقتي عشان في حد جاي. كنت بتكلمه صح؟ هو. طب ما كنت تدهوني يا عم أسلم عليه. قطع البعيد. ترامب ده اصله ما يجيش من وراه حاجه غير مشاكل. طب هو بشعره ده هيجيب خير منين؟ وايه الشغلانه اللي هنعملها معاك بقى يا استاذ حلمبوحه؟ انا كنت خارج من مؤتمر كمه قريب هنا ولقيت لك عم ترامب بيدق عليا تت نهايه الشريط. قصدنا خلص له مصلحه عندكم هنا في الجيزه. انا سمعتك بتقول له حاجه كده على الاوزو. تقصد الاوزون؟ ايوه. المنيه اللعب بالغلط في زراير الاسلحه البيولوجيه فخرمت الأوزون فوق زيزينيا مول اللي في الكيزة ده اللي في شارع الهرم. عليك نور. وخرمين تانيين في رمسيس وستة في العتبة وتلاتة في ميدان الجامع. بهدل الدنيا. بس دي مهمة سرية يا جدعان. علشان كده بقى جاي فرضاني من غير لا حرس ولا بتاع. يعني نعمل ايه بقى؟ بس الخدمة دي مش هنسهل لكم أبدا، وكله بحسابه بالدولار يا باشا. احنا عنينا ليك يا خواجة. انت محتاج الشنطة اللي معاك دي كلها خواجة ولا نرمي منها حاجة علشان الحمولة؟ دي البضاعة يا عم. ترمي ايه؟ قصدي يعني ادوات اللحام اللي هنلحم بيها اخرام الاوزون اللي متنطورة في السماء عندكم في كل مكان دي. ده شنط مليانين لعب وخردوات، هتلحم بيهم ازاي دول بقى؟ التلاتين صندوق اللي على الوش دول فيهم 1300 بكرة خيط وابرة. 1300 بكرة وابرة واحدة بس؟ أكيد علشان تبقى إيد واحدة اللي بتخيط الخرم، ما تخلفش في الغرزة يعني. عليك نور يا أبو الكباتن. طب بكر الخيط يا ترى لون السما ولا هنروح هناك نلاقي اللون خالف؟ جايب معايا خيط أزرق بدرجاته من أول البيبي بلو لحد الدارك بلو.